للمزيد معي عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلالة زايد عضو مجلس الشورى. أهلا ومرحبا بك أستاذة دلال في نشرة أخبار الثامنة. لو تحدثينا عن أبرز ما جاء في الاجتماعات التنسيقية للمجموعة الخليجية ضمن اجتماعات الجمعية العامة 46 بعد المئة التي تستضيفها المملكة يوم غد. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاجتماع اللي نعقده دائما على مستوى المجموعة الخليجية والعربية حقيقة هو تنسيق وتعاون جدا نفخر فيه لكونه يعني قائم على عمل مؤسسي ومنظم وليس فردي، وبالتالي كالتزام أدبي دائما نصل في المجموعتين إلى يعني ما نتفق عليه كمواقف خليجية، وهو يعزز من تواجدنا من حضورنا مشاركتنا في سواء الجلسات العامة أو اللجان. وفي ظل طبعا القرارات اللي تعرض ويتم التصويت عليها على الأقل يكون في اتفاق مسبق حول تعزيز هذا الموقف، وكذلك أن احنا نعمل على ما يقدم من أي دولة عربية ونتوافق عليه كمشروع أو رأي أو توجه معين، ويتم المساعدة في حشد التأييد له من كافة البرلمانات. بالإضافة أهم نقطة أن احنا دائما يتم التنسيق بشأن الشواقر اللي تكون في العضويات سواء باللجان الدائمة أو الفرعية، وهذا الحقيقة التنسيق أيضا يسهم إسهام في أن يكون لدينا فرص أكثر متاحة للفوز في تلك الشواقر وتعدد التواجد العربي، بحيث أنه يكون فعلا لا تخلو أي لجنة دون تواجد الأعضاء فيها سواء من الجنسين كرجال ونساء فيها لتقديم الأمور والاختصاصات المناطة في تلك العضويات. نعم، أبرز المواضيع التي يتم مناقشتها خلال الاجتماعات المصاحبة يوم غد، هل لاجتماعات الفرعية التي جرت اليوم المجموعة الخليجية والمجموعة العربية، هل سيكون لهذه الاجتماعات دور غدا في المواضيع التي ستطرح في الاجتماعات المصاحبة؟ وما أثر اجتماعات اليوم التنسيقية على اجتماعات يوم غد؟ طبعا بلا شك أن الاجتماعات التنسيقية أو المسبقة يكون لها أثرها في عمل اللجان النوعية أو الدائمة أو الفرعية. فمثل المعلوم أنه دائما يصاحب أعمال الجمعية هذه الاجتماعات سواء للجان والمجموعات، توجد لجان متعددة في منها اللي طبعا المجموعة البرلمانية الأسيوية وكذلك الإسلامية والنساء البرلمانيات، في منتدى يكون للبرلمان الشبابي، لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين وغيرها، ولجنة تعزيز أيضا احترام القانون الدولي. فالمواضيع التي تناقش وبحسب أيضا ما يتبناه دائما الاتحاد البرلماني الدولي من مواضيع تم التركيز حاليا أنه يكون الموضوع متصل بالسلم والأمن والتعايش ومكافحة الإرهاب، فهذه من المسائل الهامة التي تحظى بأهمية على المستوى الدولي. كذلك مواضيع المتصلة في المناخ ومكافحة التعصب، وأيضا موضوع التوازن بين الجنسين والصحة. فنجد أن هذه الاجتماعات دائما تخلص لمشروعات قرارات هي اللي يعني يتم عرضها في جلسة المجلس الحاكم حتى يتم التصويت على هذه القرارات والرؤى التي يتطلع لها البرلمانات الدولية. نعم. فإن شاء الله بالعكس يعني إحنا دائما يعني أول شيء نشعر بالفخر كبرلمانيين في البحرين إن هذا الحدث يعني حظت البحرين بثقة البرلمان الدولي لتعقد جلساته فيها، وهذا طبعا أتى بناء على البناء المؤسسي فعلا لمملكة البحرين من خلال السلطة التشريعية وعملها البرلماني في ترسيخ وأعمال التشريعات طبعا ودورها البرلماني الذي بينته وأثبته من خلال العمل لدى الاتحاد البرلماني الدولي. نعم، شكرا جزيلا لك. إن شاء الله يعني كما بدأنا ينتهي بنجاح إن شاء الله أعمال إن شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا لك سعادة الأستاذة دلالة زايد عضو مجلس الشورى.